اتحاد الجزائر اليوم يلعب في غياب عنصرين ماين جميلة ممتازة. استعمل كامل البراعة، استعمل كامل البراعة زغبة، تمدد زغبة وأبعد الخطر إلى الركنية كأول تدخل. هذه الكرة إلى الركنية تلعب مباشرة لصالح الاتحاد، ما زال الخطر من هناك. هيا ربما كرة الهدف لصالح الاتحاد الحراج. أوه خروج منصوري، ما زال الخطر. اتحاد الحراج ورحلة البحث عن الهدف. ممتازة 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 هذه المحاولة الأولى، ولكن أروع لتهم تلعب من حراج بسرعة لعايشي، يعود لحراج، هاي سانحة لاتحاد الحراج. جميلة جميلة. ضاعت ضاعت هذه الكرة، العارضة الأفقية نابت عن الحارس منصوري. هل اجتازت خط المرمى؟ هو يطالب بالهدف عبدات. هل اجتازت خط المرمى الكرة الأخيرة للفريسة في الوقت اللازم؟ ما هي كرة لصالح بن موسى مختار، التوزيع ضاعت. وزن اللي موجود في اتحاد الجزائر هذه الموسم. كرة ليونس، يونس هل سيسدد من بعيد؟ التسديدة ممتازة، ريعة 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 هذه التسديدة الصاروخية التي صدها الحارس منصوري. فريق اتحاد الجزائر ولو أن الكرة لم تصله. هاي كرة لحراق جميلة، هاي كرة هدف. التسديدة التسديدة الهدف الأول لصالح فريق اتحاد الحراج، ويمنح السعادة لهؤلاء ويطلقون العناء للعكس. اتحاد الجزائر واتحاد الحراج، الكرة من حراج باتجاه ملال، لم يمل، راوغ ثم سدد في الزاوية البعيدة، فمنح فريقه الأسبقية والمقدمة في هذه المباراة التي يستحق فيها كل فريق التقدم، وخاصة اتحاد الحراج الذي يلعب بطريقة أمامه سوى دقيقتين هو فريق اتحاد الجزائر. أمير سيود لعب كرة ممتازة في العمق، كرة صعبة صعبة صعبة. المدافع، عودة المدافع في آخر لحظة، أنقذ مرماه من هدف محقق، من هدف غزلان. هاي كرة حراشية، يونس 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 يونس. أنهى يونس، أنهى يونس، قطع الشك باليقين يونس، وأضاف الثاني لاتحاد الحراج. اتحاد الجزائر خبرة السنين وثقافة الأيام هي التي فعلت فعلتها في هذه الكرة.